الساعة 1:44 1:44 ايش فيك؟ الو لحظة ايش فيك؟ ما ادري ايش فيك اسمع مغلق قاعد تسمع ركز فليته؟ تعال قبل كل شيء الحين انت لما اشوف هذا المج هذا الحين لما تسمع لما تشرب تسمع موسيقى بلحن شنو؟ لا لا هذه كوكب الشرق اي والله ندي انك كوكب الشرق مو قاعد ندي يعني شنو يعني؟ الاصالة الله وصفوا لي الصبر الله لا يعني مثلا الحين تو تشرب سيرة الحب وانت الاطلال الاطلال حتى هذيك تسرح ايديهم عليك الف ليله وليله الله الاغنيه اللي وقتها دمرت الدنيا بس قبل بروحها تغني ما كان ايقاعها سريع تمردت على النمطيه اللي كانت موجوده بس قبل بروحها تغني ام كلثوم ما كان وياها احد منافس تنافس نفسها يعني ما كان احد طالع معاها يعني صح؟ لا طلع طلع بعدين يعني شاديه صدق انا احب اللي عندهم مواهب فايزة إذا كانوا متعددين مواهب مثلي يعني اشكرك مثل اقول مثل ضيفتنا اليوم اوه يا بعد عمري متعددة المواهب شو تقول يعني نقول لك احنا بنقابل فنانة مخرجة مؤلفة اي والله منتجة اي والله معلمة اي والله جميع ما سبق صحيح شنو صح اجابات صحيحة اختيارات كلها صحيحة اول شيء يمسيكم بالخير أيوة ويعطيكم العافية على هذا البرنامج اللي دخل كل بيت وداخل كل سيارة ننتظره كلنا للأمانة وسعيدة ان اليوم ضيفة عندكم وين راح صوتي؟ لا موجود موجود موجود, موجود. والله هداك القطة يعني ذبحتها الريال ثلاث مرات بيقولها بيقول لك أنت تسمع صوت أم كلثوم وأنت تشرب إيه أدري إيه ليش تقتلها؟ مرات لما تقتلها أنا ناطرة أضحك لا ترى احنا فينا فينا نحاسه مو طبيعيه لا هذه على كيفك حسيت وثانك يو على المقدمه الجميله ويمكن اي جميع ما سبق وعندي بعد عندك بعد اي خشت هذا الشيء عندنا بعد ليه فلان هذا الشيء ما ياثر على يعني على تركيزك والله شوف خيم بلا مأثر على صحتي اكثر من موضوع تركيزي ان شاء الله حادك هند هو صح إن شاء الله حادني ودائما أقول حق نفسي هالكلام ودائما أقول متى تركزين على شيء معين حتى لو عندي كل هالطاقات ما أقدر يعني أحس إن أنا مسؤولة عن كل شيء أنا أملكه فلما أحس إن اليوم عندي فكرة لا لازم أكتبها لازم قبل أحد غيري مثلا يأخذها يتبناها بطريقة ثانية فتلاقيني أكتب لما اليوم يكون عندي مسرح وأنا في صدد إنتاج لا لازم أنا أصير المشرفة بشكل عام أتدخل في كل شيء فطول عمري أنا طول هالسنين بما أني أتدخل في الألحان وفي الإخراج وفي الأزياء وفي الديكور فليش ما أنا أمسك المهمة من الصفر وأعطيها حقها بالملي لأن أنا لما أكون مشرفة فقط في أمور ما أقدر أتدخل فيها بس اليوم يمكن اليوم أقدر أنا أكون كل هذول يعني في السابق كنت لا بعدي أمسك نفسي شوية ليش لا والله ما بي أحد يقول على أي أساس أنت تخرجين على أي أساس أنت مثلا تمسكين ألحان ولا تمسكين إشراف هذا العمل الفني كامل اليوم لا اليوم بما أن أنا صقلت موهبتي وخبرتي بشهادة وبدراسة واطلاع وقراءة وزيادة الخبرة كل سنة أنت تزيد خبرة أنت تشتغل مع ناس تكتسب مني أحضر مهرجانات أنا اليوم ثلاث سنوات أنا في مصر أحضر مهرجانات قومية مهرجانات أكاديمية مو عادية جوائز دنيا فخلاص أنا صارت عندي الرؤية مكتملة فبالتالي أقدر اليوم أنا أخطي هذه الخطوة ان انا اشيل عمل كامل فني بروحي ترى احنا اعدادنا مو بس بشر عندنا حمام ينقل كلام اي صحيح زاجل خطير في حمامه قالت ان يعني شخصيتك وايد قويه ووايد انت مركزيه ما تعطين مجال للاخرين يعني قياديه بزياده يمكن اوكي الحمامه
اللي وصلت لك الكلام معها حقها هي حمامة هي حمامة أدري حمامة زرقة زرقة صحيح بس يمكن الشيء الوحيد اللي أنا مو معه بالموضوع هذا إن أنا ما أعطي مجال المجال أعطي أسمع إذا اقتنعت اوكي ما عندي مشكله بس بتسالني ليش كل الاشخاص المركزيين يقولون نفس الرد لما ينسالون هذا السؤال اي انا اقول لك ليش كل وجهه نظر تحترم لكن انت بس بالنهاية انا اسوي اللي براسي مو اسوي اللي براسي هي مش مساله عناد اخوي انت اليوم انت صاحب هذا الابداع الفني انت صاحب هذا العمل انت صاحب هذا المشروع البروجكت ما راح تقدم عليه بدون دراسه كامله ومو وعارف مخارجه ومداخله وين رايح وين راد شنو بيؤدي إليه شنو ممكن سلبياته شنو إيجابياته فأنت عندك الصورة كاملة ومكتملة لكن لما يوم يكراي مثلا ما فكرة ما اخترت على بالك ممكن تأخذ فيها ليش ما تأخذ فيها لكن إذا مجرد تعليق للتعليق فشكرا لرايك أوكي أنا عارفة عندي خبر بهالموضوع نكمل إنزين هني يصير إن أنت مركزيتك في القرار وفي هند البلوشي هل تقدم على أي موضوع من غير دراسة جدوى مستحيل طيب ليش قاعدة عارف سؤالك تنتجين مسرحية خسرانة في مثل قديم يقول لك الصيت ولا الغنى أحيانا في أمور مثل هذه الصيت يكون أهم من المادة لأن المادة مثل الكرة لوين؟ مرة فوق مرة تحت مرة فايز مرة خسران تغرفين من بحر ما رد هذا لا ايه؟ لا أكيد طبعا وهذا قاعد يجي على حساب سمعتي كمنتج يعني هند ما تدفع هند ما تسلم هند دائما خسرانة صحيح بس أنا اليوم لما أقول مسرح هند قاعدين كتب عني من جمهور وليس أيضا إعلاميين فقط مسرح هند غير ليش الإعلاميين مو شفت منصفين؟ كلمة غير الإعلاميين لا منصفين. لا حبيبي بالعكس منصفين أنا مو هذا اللي أقصده والنعم فيهم ما في أحد ما كتب فيني كلمة حق وأنا شاكرة لكل قلم منصف وكل قلم في قلم ما أنصفت لا لله الحمد ممتاز يعني لله الحمد الكل لله الحمد اي لان انت اليوم لما تيجي حق نقادنا واعلامينا وصحفيين متعطشين لهذه الاعمال متعطشين لان هم ينقدون نقد بناء يكتبون كلمه حلوه في اعمال تنتج في بلدهم شبعوا من كلمه اين متى الى متى فلما يطلع شيء كذي لا تلاقي السرب كله راح يجي وراح يثني وراح الكل راح يبدع في 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 كلمات المديح وكل واحد بيكتب مانشيت ويبي يفوز في المانشيت الأقوى لهذا الإبداع الفني أو لهذا العمل لكن أنا اللي أقصده إن الحمد لله حتى الجمهور أصبح يقيم ويميز أعمال هند ويقول مسرح هند غير كلمة غير هذه ثلاث حروف بس عندي أنا عن عن الحروف كل كلها كل الفنانين اللي نستضيفهم يقول يعني استضفت الحملي مثلا في فتره استضفت طارق العلي استضفت البلام كل واحد يقول الجمهور يقول مسرحي غير انتوا كل واحد يقول عن نفسه انه مسرحه غير لا انا ما اقول عن نفسي انا اقدر اجيب بوستات لا انا اثبت لك انا ما اتكلم كلام انا ما اقول لك كلام فقط انا قاعد اقول لك اجيب لك بوستات وكومنتس جمهور شنو أطلق على مسرحي لما أنا أتكلم عن هند أول شيء أنا لون مختلف أنا ما أضم نفسي إلى مسرح الكبار الكوميدي والمسرح الحر والمسرح اللي هو اللي معتمد على الموقف ومعتمد على ردة فعل الجمهور ومعتمد على قضية فقط وليس قصة ومحتوى كامل متكامل انت اليوم مسرح الكبار ما تحتاج اضاءه ما تحتاج ديكور زخم وتحتاج ازياء وتكلفه بهذه القيمه والتكلفه الفلانيه انت محتاج فنانين كبار
قوايا على المسرح وعندهم قدرة على إدارة ساعة ونص من 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 الكوميديا والكوميديا الموقف والتعليق على قضية، يعتمد على قضية فقط أو فكرة فقط ينمونها في البروفات وتتنمى يعني يزيد هذا الموضوع مع الجمهور لأن يعرضونها لمدة طويلة فيشوفون الفيدباك ولوين واصل العمل. لكن أنا اليوم لما أتكلم عن مسرح استعراضي غنائي ولون جديد أنا قاعد أحاول أسويه مسرح عائلي وليس طفل، لأن اليوم أنت لما تروح للرقابة يقول لك حدد مسرح كبار ولا مسرح طفل، إذا أنا ما أقدر أحدد لك لأن أنا إذا الأب ويا راح يستمتع وراح يفهم وراح يفهم ما بين السطور، لأن أنا مسرحي سياسي، أنا مسرحي سياسي، أنا إذا بتي تصنف مسرحياتي اللي أنا قدمتها أنا قاعدة أسوي لون آخر في حتى التأليف. أنا قاعد أتكلم عن مسرح الجريمة، مسرح الجريمة مو موجود. أنت عندك جريمة وتبي تبحث في هذه الجريمة وهو هذا من أصعب أنواع المسارح، لأن أنت أحياناً تحتاج إلى الفلاش باك إحنا نسميه اليوم في الدراما. الفلاش باك صعب إنك تسويه على مسرح. صح. أنت شلون بتودي الجمهور وراء بلايف بالحين؟ هو شلون يشوف الماضي؟ أنت زمنك لحظي، أنت ما عندك كاميرا ولا مونتاج يساعد أن أنت تعطي الإفكت مع الفلاش باك عشان يرجع. صح. فهذا يحتاج عمق في الفكرة، يحتاج انتقال في الصورة نفسها. صح. هو إدراكنا لكيفية الماضي بسبب ردود أفعال الحاضر. قم 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 نعم جم نعم جم. نعم فعلا فعلا كل ضيف يقول رياضة شرطي قابلنا قام فنانة تدري ليش أنت لما تقول ماضي وماضي وماضي ما بلاش نتكلم بالماضي كل راح. بس الهند سؤال اتفضل. انت الحين وين مسرحت بالضبط؟ انا حاليا اعرض على مسرح طارق العلي لنقابة العمال. نعم نعم محمد. جميل جميل من هذا التعاون طبعا. اشكر له اشكره أيوة. واوجه له شكر خاص امانه فعلا من خلال ايضا برنامج مارينا والديوانيه، لان هذا الانسان وقفاته مع الكل لا تعد ولا تحصى. فاليوم اللي سحبوا مني المسرح اي نعم أول واحد رفع تليفون شنو ناقصك شيبا. إيه؟ فداعم للشباب داعم للطاقات ما قصر. حلوة روح أبو محمد جدا روح التعاون جميل. بس عيب أن رأسه مبوز شوي شوية شوية حسبالي أوتي شوية إيه شوية يلا عاد يلا عاد يلا حبيبي يا عاد يلا عاد يلا حبيبي محمد أنا مالي شغل أنا مالي شغل ألعب يا بريال والله يدق عليكم من الإمارات الحين أقط قط على واحد أقول ألعب يا بريال أمسع من تقسيمه وأنا نايم في علاوة. لا ليش ما تسمينا مسرح النودة أو هنيدة أو يعني شيء اسم يكون النكنيم مالك؟ الله شنو الحكمة من يعني هذا؟ لا عشان يعني قبل الحين شو يسمونك مثلا دلع؟ أنا؟ إيه من اللي طق حين؟ هنودة هنودة في إيه؟ في هنيدة في هنيدة في هندة يقولوا لي هندة إيه هند نعم على فكرة يعني الفنانة هند اليوم شرفتنا صراحة. أنا أقول في ناس ترى تنطر إنك تفشلين طبعا يعني صحيح. وفي تدرين الناجح أو اللي إن شاء الله طعمه حنا ينجح دائما هناك ما ينتظر تعثره يعني وسقوطه فعلا. شو تردين عليهم؟ شنو أنت تدرين أنت مؤلفة منتجة ومخرجة وبطلة يعني هذا الأشياء أكيد في ناس تبي بس وسهل إن تتصيد وراك ترى. أقول حق كل من ينتظر تعثري وسقوطي أنا في انتظار نجاحك. الله 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 يعني تتمنى الخير. إيه إيه. طبعا أنا أنطرك تنجح. زين انجح سوي مثلي. انت ليش ناطرني؟ ليش قاعد تضيع من عمرك وقت وتفكير وأيام ونفسيا قاعد تتعب تنطر متى هند تطيح؟ أيوة والله. زين اتعب على نفسك انجح لان انا ناطرتك تنجح. صح يعني في منتجين دولة انت عندك في مشكله مع المنتجين يعني في منتج تجاهلك او شيء كدراما او كمسرح يعني الاثنين تجاهلني بمعنى ان
يعني تجاهلت يعني قلتي له شيء وما نفذ او انه كذي يعني؟ لا، لان انا بحياتي كلها يا انا انتج يا طارق اكون مع طارق مسرح الكبار. بداياتي كانت مع والنعم فيهم طبعا استاذ هدى حسين واستاذ اليوم. لا شوف، مشاكل شخصيه وانا كذي وجهي وجهي الوجهه ومشكله ما في، هي مشاكل نفسيه. نعم، مثل ما تفضل اخوي يعني ناطرني اطيح. نعم. ليش؟ لان اليوم انا اذا قدمت عمل بهذه التكلفة وخذ صيت وخذيت حيز، أنا خذيت منه جمهور، ويعتقد هو يعتقد أني خذيت منه جمهور، لكن في حقيقة الأمر أنا ما أخذ من أحد، لأنه ما حد يأخذ رزقة أحد. الكويت هالكبرها ومسارحها معدودة. الناس إذا حضروا عرضك ما راح يحضرونه باتشر ولا عقب باتشر ولا عقبة ولا عقبة. إذا خلي يقول لك اليوم ويوني باتشر بيروحون حق اخونا فلان الفلاني عقبه خليه يلف. الناس ما عندها مكان تروح. الكويت شنو فيها غير مولات مسارح مطاعم؟ صح. فانت ليش متضايق؟ ليش تزاحم غيرك؟ خذ رزقتك وخل غيرك يترزق. الله بس حق يعني ابداء الراي وان كان مختلف هذا مكفول للكل. لا طبعا، انا قلت لك كل وجهه نظر تحترم، لكن هو الامر ما قاعد يتوقف عند ابداء راي. في احنا وصلنا لمرحله قطع ارزاق. لا مو مقبول. هني احنا اللي نقول ليش، هني اللي احنا نقول ايش فيك، انجح وخل غيرك ينجح. زين هند يكلموني التلفزيون يقولون ممكن الضيفه تشيل النظاره، عندك مشكله ولا لا؟ ما عندي مشكله والله، ها انا عادي. حسين غملوش اوكي، امورك طيبه؟ اوكي. من وين النظاره؟ هند تريدي النظاره؟ اي انا الظاهر انتوا عرفتوا اني قاعد اشوف داخلكم. منو هند البلوشي؟ منو نور ظلام حياتك؟ كل حياه ها؟ حبيت الكلمة وايد حلوة والله. والله صح. مذيع شاطر؟ شاطر جدا. لا والله نور ظلام حياتك. أنا بمشي يا الربع كملوا اللقاء. لا أوكي. شوف، يمكن الآن الكل يعتقد أني راح أقول عبير وجاسم، لأن أنا طبعا أعتبرهم نور قلبي ونور حياتي، لكن في هاللحظة اللي أنت سألتني فيها مخي راح حق إنسانة واحدة ما في غيرها، واللي لوم الله ثم دعاها. أنا ما راح أقدر أحارب أو أوقف كجبل بمواجهة كل من ينتظر تعثري. أمي الغالية، حبيبتي ماما فوزية، الله يطول لي بعمرها وخليها لي، هي نور ظلام حياتي. لأن الأم أكيد الأم غير البيوت مظلمة حتى تصحو الأمهات. الشعب الطيب العراقي. نعم نعم. طيب منه؟ العراقي. 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 أنا قاعد تذبحني يعني. أنا لما أقول الأم نور أنت تقول أم مدرسة شكو. ترى هند أنا عندك أنت كم لقطة، أنت ترى كوميدية مو هينة والله العظيم. هي مهينة مهينة عاد تصدق. هي ناطرة تسمع هالكلمة. لا باللقاء لا لأن أساس بقول لها كلمة بقلبي. قلت قول حياتي يا عمري. خلو يقول صح مكلمني. احنا بس نسمع. أنا في عندي سؤال شق إداري وفني. نعم. الحين شلون تفرقين ما بين منتجة وزميلة مع الفنانين؟ شلون يعني شلون تحسسين اللي معاك؟ وايد وايد صعب هذا الموضوع، لان فعلا قد اواجه فيه مشاكل، لان البعض طبعا كثر ميانتي معه ما يحترم كلمتي كاداري. لما انا مثلا احط موعد بروفا معين او احط شيء في التزام وفي شيء للعمل يعني لصالح العمل. نفس المدرب اللي يلعب مع الفريق بعدين يصير عليه مدرب بالضبط. ما يتقبلهم، ما راح يتقبلهم منه، تاخذهم الميانه اكثر. فامانه قد اواجه صعوبه في هذا الموضوع، بس قاعده اتداركها واحاول اني اذكرهم ان حبايبي نفصل بين منو اللي يضايقونك؟ يقول ما قدر. لا الحين لا والله. هو شوف ما يضايقوني، لان انا لما احط نفسي مكانهم اكثر المق جوازم الماس ما يستوج. قلت ينسوني يعني منو اللي ما يلتزمون؟ منو اللي ماين عليك لدرجه انه مرات ما يلتزم؟
اقول اسم عادي؟ اخاف ما يوم باكر عندي عرض. ما سبيناهم ما سبيناهم بالعكس كلهم فنانين ونعم فيهم في اسرهم الكريمه. بعدها تقول اخاف ما يوم باكر غير بليسك عندي عرض. لا لا باكر يوم اول ناس اول ناس. لا شوف يعني يمكن انا اقول لك والله والله جد من اللي يمونون علي بهانة أحمد السعدون اللي تأخرون يعني بدر الهندي كاي تأخر إي أبضحكم إي 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 أبضحكم إي إي قاعد تسمعون إي 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 لا 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 على فكرة أنتوا واصلتكم قبلنا أصلا الفنانين صح. لما تطلعين بلقاء يعني في بعضهم يديك والله مع احترام لشخصك قلت لك لقاء خوش لقاء خوش لقاء يمدحك يعطيك ديباجه قبلها يعطيك العافيه عشان ما تعلق اي وكذي وفي بعضهم تقول انا مره قلت بلقائي كذي تلقين يعني ولا هي ما لها اي لقاء ما سمعتها اي لقاء ما سمعتها من هي من القلده لا لا هي قاعده ناطره اسمها ينقال لا امانه بس بما ان فتحنا هذا الموضوع موضوع الالتزام باكر على فكره دوريهم ها منو والله كيفهم هم خسرانين جمهورهم يا يحاجز لهم بيشوفهم سمعتها طلع التون الصجي المنتجه المنتجه مال اداريه لا للامانه انا احب اشكرهم جميعا بدون استثناء لكن احب اخص بالشكر في فيما يخص الالتزام والاخلاق وال الاحراج احيانا يحرجوني بالتزامهم واخلاقهم مش على الشايف وراها بجيتاره شايف 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 انت شايف ولا مو شايف 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 شلون انا قاعد اتكلم حلو حلو ممتاز 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 ماشي صح شايك فيني لا والله على هذا حاليا بس اساس اللي قص والله يخجلوني اللي قص المقطع بس خلني نقوله وين ها 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 هند هند البلوشي شنو تعدل موقف توهقت فيه يعني شيء كذي ما مشيت ما مشيت ما مشيت اوكي نرجع راكور ولا ترجع السالفه اوكي ارجعها فعلا لا هو صدق والله يعني مش على رهف يخجلوني لدرجة إن ما أقدر أكلمهم لو أسبوع مايون ومش على ترى يعني ولد المارينا وكان موجود هني التزامه مخيف هو شعاره مخيف صراحة. مخيف مخيف بالتزامه يعني ما يصير انت تروح قبل الانتاج قبل يبطلون المسرح ايش تبي اقول ايش تبي ما عندكم ما عندك شغل لا قاعد مبكر ومتريق ووحيد وسنجل صح وحيد وسنجل مطلق ما يفتح قلبه ليش ما يبكي ما يبكي لا لا البلع يكون مغارق زين يا الربع طبعا للي انضموا الان قاعد يسمعون منو ضيفتهم ضيفتنا الفنانه هند البلوشي للي ما يعرف هند البلوشي اسمع هذا التقرير اشاعت هند البلوشي في عائله فنيه ودخلت المجال الفني ب 2005 في مسلسل زينه الحياه بس انطلاقتها الحقيقيه يعني الخصم هذول من يرد لي اياهم الحين موسم ديسكاونت ايش فيك اول السنه ايش فيك يعني بعدين الفنانين الحساسين يعني فهد عنده سوق مركزي بعد لا والله مو حساسيه بس موضوع العمر الفني هذا كم عمرك انت الحين تسنين ولا صج انت تسنين ولا صج عمرك ما فهمت سؤال يعني مسننينك ولا يعني انت يعني اول ما انولدت حطوك شهاده ميلاد ولا خلوك بعد لما يعني انا امي مثلا اقول لها ما كم عمرك تقول بالتسنين عمري 65 وبالصج عمري 63 انا لا بالتسنين 26 بالصج 45 زين سؤال انت انت عمرك الفني ايش كثر من 2003 شوف انت تتكلم فني أي. فني تشمل وايد اشياء يعني نتكلم عن الصحافه تعتبر فن 19 ولا اعلام 19 صحافه لحظه 19 ما صحافه اعلام عمري كان عمري 17 سنه عمرك الفني 19 سنه اي اي 19 سنه اي وعمرك الصجي عمري الصجي 36 سنه 36 يعني عمري الفني اكثر من نص عمري الحقيقي هذا بضايق والله شكلك اكبر لا لا حرام عليك الصحافه ويكس خلق انا لا لا عاد الروايه صريحه انت انت بغش من خلاص انت بحياتك سالت مره وقالت اسمها الصجي قصدي عمرها لا الصجي لا, 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 لا والله الاثنين لا يعني لا الاسم ولا العمر في اتصال كولينج زين عندنا اتصال اتصال خذيه يلا انا الو يا هلا مرحبا فيكم مارينا فن برنامج ديوانيه هند البلوشي تتحدث من معي انت ملكة السبع ممالك لكن انت الحين في مملكتي
هلا هلا وغلا يا حي الله الملك سيزر. الله يحفظك استاذتنا ومخرجتنا ومنتجتنا استاذة هند بلوشي. اول شيء امسي على الجميع استاذي ابو يوسف والاساتذة الحضور حبيبي مشعل في حبيبتنا مارينا اف ام. وطبعا احنا متشرفين, او خلينا نتكلم عني انا بشكل شخصي, انا متشرف اني اشتغل مع إنسانة فاهمة وراقية في العمل, في التعامل, في الفكر. وايد على فكرة ترى قعدنا شهور نسوي بروفات, أول شهرين قاعدة تدربنا قبل لا تدرب نفسها, قبل لا تحفظ دورها أكثر, قبل لا تحفظ حركتها. أنا لأول مرة أشتغل مع مخرجة تقعد مع كل شخص بروحه, تقول له يلا الحين كلامك كذا, حركتك لازم تكون كذا, الحين حفظت, طيب يلا نجود اللي انت حفظته, جودنا اللي انت حفظته, يلا نسوي تجويد على التجويد. شيء خرافي اللي كان يصير بالبروفات. لأول مرة بحياتي بعد 15 سنة مسرح أقضي في أيام معينة قعدنا بروفة 12 ساعة ما حسينا إلا عقب ما خلصت 12 ساعة وردينا بيوتنا ونمنا, لأن كنا قاعد يعني نشتغل بحب, نشتغل بشكل وايد جميل وايد راقي, تعلمنا منها وايد أشياء. يا حبيبي يا حبيبي يعني الله يحفظك الله يحفظك. وجاهزين حق عروض الحين وبعدين, وإحنا قلنا لك كلنا إذا سمعوا لي الاستاف اللي معايا يتكلم بلسانهم ان احنا معك لاخر رمق, معك انتي روحي دوسي واحنا معك ان شاء الله. يلا لا يحرمني منكم يا حبيبي يا مشعل, وسامحني ان انا قلت ان انت مشعل الشايف, لان انت شايف فعلا. انا شايف قاعد تسوين يا عمري. طبعا انا ما عندي غير, انت تدري ان انت بالذات لما تتكلم تقف الحروف عندك, ما اقدر اقول غير شكرا من كل قلبي لوجودك ودعمك, وانت اخ وصديق. وبعد العمل اليوم زوجونا يا مشعل, شنو هالموضوع, شنو الخبر هذا اللي قاعد يطلع بالانستغرام؟ انت عندك فانزات كرعون. لا لحظه, متى طلعت هالاشاعه؟ تو من يومين ذبحونا. يبقى خلاص احنا من زمان حابينكم مع بعض, من يوم رقصتوا مع بعض بالبروفات, احنا مسوين كنا عيد ميلاد بهانا وانتشر فيديو وهو قاعد فالس, قاعد يمسك ايدي ويرقص معي فالس, مسيفين هالفيديو, ومن يومها لين آخر عرض يوم شكرته وهذا. وشنو صار؟ باس راسي, يعني باس راسي, يعني أنا ترى بيني وبين عمر يعني حسبة, يعني هو حسبة أخوي العود. فشنو صار؟ إنه مبروك الزواج ويلا تعال خذ هذه هند البلوشي ومشعل الشايع لايقين على بعض, يلا متى نحضر عرسكم؟ يبقى لايقين كيفنا. السؤال, تعرف شنو يعني فالس؟ سوري فالس شو السوري؟ شو السوري؟ بو كميل خلي غير النسفة ممكن يعرف فالس, قاعد أشوفكم أنا حبيبي بو شعول. الله يطول لي عمرك, الله يطول لي عمرك, موفقين, الله يحفظك. هلا والله, احنا مضطرين نطلع فالس الحين. فالسي اعلاني اعلاني نطلع فالس اعلاني ونرجع لكم. شو اخبار معصومه؟ في معصومه؟ الا 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 الوزان جوجل, يعني اكو واحد يجيب جوجل ليش؟ تكفى انت قول لي. والله طراد يجيبك هنا. اي والله طراد مقلوص بعد, مو شو اسمه. اي والله اي 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 مثلا. يلا عجوز عن الاء. يلا عاد لا لا لا, يلا ترى لا, يعني اكو واحد يجيب هذا صديقتنا الاء. جوجل تقول لي 16 دقيقه طالع لي بجوجل, اخاف اتاخر. نعم نعم ما صوت عليك صادقين. تاشيره تجيبون شيء. اي والله تاشيره قاري اي, ولا اركب معك تاشيره تجيبونك هنا. تخيلي فاصل فاصل يلا فاصل فاصل. جمبوليلة جمبوليلة. مشعل شايع طبعا عندي اخوك فهد كميل ترى اعرفك عقب الاتصال. قلنا شنو؟ قلت يعني اسمع عقب البرنامج قلت مشعل الشايف. انا عبالي في عائله اسمها الشايف. اي شايف شايف انكم ما كنتوا عارفين مشعل. اول شيء اوكي مشعل, دق مره ثانيه, دق مره ثانيه تفهم. والله العظيم عيال جمبوزه ما مرت علي. تدري انا رحت على شنو؟ تمثيلياتهم اللي قبل
ايش كان يسمون العوائل؟ اي يشيلون حرف بس يغيرون حرف واحد. الطاروف سالية. بعد عندك الدرية. الدرية الفرية. الفرية هذا لا اسم المسلسل. لا 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 العوائل اللي كانت تستخدم او اساميها صراحة بس حط الف لام. بس حط الف لام جمعية. الجمعية عائلة الجمعية. الجمعية بالضبط. شيل ثلاث نقط بدال الشين سين. يعني مثلا بدال مش على الشايع يصير سايع. وضيع عاد انت وفهمها. صح صح صح. بالصاد ولا بالسين؟ بالسين. بالسين اوكي. زين نرجع الى موضوع ايضا احنا قبل لا نسال الفنانه خلينا نشوف مقطع بنحطه بالتلفزيون اوكي ونبي تعليقك عليه. شباب التلفزيون عطونا المقطع يلا. لا لا خلك خلك لا لا خلك عادي يا عادي لا نشوف من الدرجة مغطي الشاشة خلك نشوفها بالإعادة بعدين. السلام السلام عليك يا حبيب الله مغطيك لا رياح لي يا شارية لا كانت عشان. تجربة مميزة مع الفنانة قديرة طبعا أم طلال. ومن خلال المقطع يعني وبالهذا المسلسل استغليتي قدراتك الصوتية ووظفتيها وطوعتيها في هذا المسلسل وأديتي الدور كمطربة وكفنانة. نتوقع السنة نشوفك في دور مع أم طلال. الله حبيبتي طبعا أول شيء أوجه لها تحية. الأم الأخت الحبيبة الأستاذة المعلمة المدرسة أم طلال دائما يعني يعتقدون أن أنا إذا ما اشتغلت معاها معناتها في زعلة. لا 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 لا, لا, لا. نظام أم طلال وسيستم أم طلال ما تجيب أحد إلا في مكانه. صح. تجيب الفنان للدور. مو ما عندها شللية وقروبية ولا هذا كاستي أشتغل فيه كل أعمالي. لا 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 ما عندها كذي نهائيا. وهذا اللي مميزها ومميز أعمالها يعني. في جنة هلي أنا كنت شود آخر عمل مشتغلة معاها أمنا روحت لينا. وأمنا روحت لينا عمل جبار ظلوا يتحجون عنه 4 سنوات. صح. الفكرة إن أنا دقيت لها قلت لها ما عاد خلاص اشتكت لها الدرجة اش دعوة ما في لحد الحين دور على قولتك يلوق علي ما في مشاكل. لا 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 الحمد لله يبعد المشاكل إن شاء الله. كانت تقول لي في 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 زين بس إن إما مو قدرتش مو ثلاثيني مو كذا. قلت لها ما اش دعوة احنا نوقف حلقة وياك كنا ماخذين 30 والله وتي بهالعمل. هذه الصدفة ان المفترض ان البنت يكون دورها ان صوتها يكون جميل يخدم الشخصيه وتكون فنانه موهوبه تبي تطلع. وشلون المجتمع المحافظ الصغير اللي يدوب ما يملك غير السمعه وهذا اللي محافظ عليها وها كانت كاركتري في المسلسل فشلون تطلع وشلون بتواجه المجتمع. والله قبلت الموضوع على طول وحبيت الدور. وإذا أبي أقول لك أنا ما مثلت في هالدور فأنا ما مثلت لأنه كان قريب مني جدا. أنا لما بديت أخوي ما كان في بالمجال الفني فنانات وايد ما في كويتيات ما كان في وايد ينعدون على صابع منى شداد ومنو كان حزتها أحلام حسن ما في ما في يعني يدوب صح. كويتية ما في والهذا بطلوا مبكرهم. واجهت صعوبة. لا والله مو مبكر يا أخوي أنا لا لا أهما في ناس يعني دشت مجال الفن وبطلوا أي بطلوا وقعدوا فعلا قاعد ما تحملوا ما تحملوا الهجوم المجتمعي والوعي الفكري صح. حزتها والعادات والتقاليد الوعي زاد يعني الحين في تقبل هو مش وعي. أنا ما أتكلم أنه هو وعي كثر ما هو موازنة بين وعي فكري وعولمة و عادات وتقاليد مجتمعية. شلون تشوفين الحين الوضع حاليا؟ أنا أشوف الميزان اختل شوية. شلون اختل يعني في صالح الفنانة ولا لا 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 هو اختل الميزان إن الموضوع انفهم غلط. الموضوع من أخذ من منحنى من الكل من الأسر من الـ من الـ من الـ يعني أنا اليوم أشوف إن في أطفال في المجال الفني عدد الأطفال المشاهير أكثر من الفنانين الراشدين والبالغين.
صح. تي تقول لي ليش؟ بقول لك لان أن اخذ منحنى تجاري، اخذ منحنى ان انا اذا 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 الطفل هذا مو بس اوفر استاذي، انت اليوم تتكلم عن هذا الطفل اصبح سلعه. هذا الطفل اليوم اذا عنده 3 ملايين فولورز، اذا الشركات التجاريه كلها راح تروح له كمعلن وتستخدمه كاداه للاعلان. واضح الفكره. شنو معايير اختيارك لطاقم العمل؟ هل تخضع للعلاقه الشخصيه والزماله؟ لا ها. لا لا مستحيل. الكفاءه طبعا، وال الكفاءه ولا انت ايش بتعطيني من 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 مورد؟ انت مورد، انت انت قاعد تشقل لي هذا المكان وتشغل لي هذا المكان. صحيح. لو تكون عدوي راح احط ايدي بيدك. الجانب البي ار والاعلاني من الفنان يعنيك؟ بمعنى الفولورز اللي عنده، جمهوره في السوشيال ميديا، تحطينا مقياس؟ لان في بعض المنتجين هذه بالنسبه لهم اولويه. استاذي انت تدري انا اول كلمه واجه او اهاجم فيها ما عندك نجوم، ما عندك معروفين، انت ليش ما تاخذ، انت يبيلك نجوم شباك افضل شيء احسن ما عندك نجوم. هو مو لا والله هو شوف طالعين الناس لما يواجه يقول من هند. شكرا. انا افكر كذي. إيه انت تفكر كذي. إيه؟ لكن هم يفكرون هذا اللي انت قاعد تقول لي، انت ليش تبدين عمل خسران؟ انا ما افكر بالماده. صح. انا يوم قاعد ابني اسم، الاسم هذا عمر اذا مشى معاك وربيته وكبرته معاك، انت باكر راح تدش لك فلوس ما تدري من وين. فانا الربح عندي مو لحظي واليوم، انا افكر بمدى في الجانب في جانب الانتاج صناعه النجوم. انا اليوم والله ما مشيت ورا قدوة، بس أنا قدوتي الأولى كفنانة وليس كمنتجة في المسرح، يعني الآيكون مالتي هي مش قدوة أكثر ما هي آيكون يعني، وملهمة هي ملهمتي الأستاذة الكبيرة والقديرة أيضا الفنانة هدى حسين. سندريلا مسرح الطفل. اي والله. اللي بعدها ما صار في ليلى والذيب فنانه والله فنانه تقدر تشيل مسرح طفل. مسرح الطفل ليلى والذيب كانت احلى مسرحيه تراول لله. ولليوم وانا سويت ليلى والذيبين باذن منها، وسويت سندريلا 2 باذن منها وموافقه منها ايضا. يدتي الله غنيها لنا. ذات الرداء الاحمر انا ليلى. يا سلام. أنا ليلى. الله 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 الله. كان في عندك دور مع الفنانة الغديرة حياة الفهد، أنا أذكرها مسلسل شوي تراثي أتوقع. الفرية. صراحة اللي كان معاك أعتقد فنان من قطر. صلاح الملا وجهه تحية طبعاً الفنان. أنا أشهد لك صراحة. قول شنو معنات الفرية حق الناس اللي ما تفهم. الفرية اللي بين مثل الدهريز. اللي هي مثل الدهريز. أيوة بالضبط، هي الفتحة بين بيتين. بيتين. كان دور جبار لك انت. شكرا لك. يعني انا كنت فعلا متابع المسلسل هذا وشفت الدور، وانا قلت زين اني تلاقيت يعني معاك الحين. الله يخليك يا ربي، شرف شرف. يعني شوف يمكن هذا العمل فعلا كان نقله وكان بصمه. اي صحيح. عشان كذي لما انكتب في التقرير 2005 ان بدايتي الحقيقيه، ان انا باديه 2003 بس الناس تشوفني ابتدأت من الفرية. صح. اللي هو 2005. نعم. وفعلا كان عمل استثنائي، عمل لا يكرر، عمل اليوم احنا متعطشين لهذا النوع من الأعمال في الدراما الكويتية. نعم. لأن قلم مختلف، قلم حياة الفهد أستاذة قديرة مثل هالاسم هذا لما يكتب بهذه الخبرة طبعا أكيد. شو الفرق العمل مع انطلال وحياة الفهد؟ الفرق على الصعيد الفني ولا الشخصي؟ يعني أنا سؤالي عام. وايد في فرق يعني. أنت شو اليوم تتكلم عن شخصيتين يعني. أو مدرستين متفاوتتين مختلفتين، في حين أن احنا كبرنا عليهم وشفناهم مع بعض. فأنت هني تكتسب خبرة معينة وهني تكتسب خبرة معينة. صحيح. وعلى الصعيد الإنساني والشخصي أيضا كاركترين مختلفين. الـ 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 منو فيهم أشد في التعامل؟ حزما. والله شوف في الصرامة والحزامة والانضباط والهذا ثنتينهم نفس الشيء، لأنهم ثنتينهم من الجيل الطيبين. صح. الجيل الحقيقي. صح. الجيل اللي يعتمد على الاحترام والالتزام والصرامة والجدية في العمل. لكن خلينا نقول الأكثر عصبية شوية
اللي طبعا وايد قلبها حار وكذي امايه هي يعني ماما حياه وايد حار قلبها على على الشغل اي عكس ام سوزان عاطفيه اكثر ام سوزان هي نفسها ماما حياه ام طلال شكرا شكرا انك مركز معي شكرا عافيه والله شكرا نحتاج احد يركز معي عشان عارفين هذا اللي طنزوا عليه هذا السر بس لا يطيح الكمان الحين حلوه حلوة لا لا حلوة. انا ما عندي مشكله بالقطه عندي مشكله بالرياكشن لان قالها وايد جد وانا لا يطيح الكمان زين كمل وايد حلوه بقول لك شغله في عندك مسلسل في رمضان واحنا يعني ننطر في رمضان تدري المشاهدين عندما لا ينفع الله اكبر الله اسمع عطاك الاسم تعليق مذيع الصوت الاذاعي عندما لا ينفع خلينا نسولف لماذا اتيت عندنا هنا في المارينا حتى لا اندم يا عزيزي مسلسل مسلسل كرتوني اذا قلطوها ويحكي نعم ويحكي جلالة الملك انسحب وجهي ايها الملك فرانسيس بعدين يرن بالقلاص اعزلنا بالفاكهة الميوة الميوة ادخلوها ليش لازم كذي ها لازم ها ليش يتحركون صجية يعني ضحكة ميلو هي الصح عواميد وراء زين زين عندما لا ينفع الندم عندما لا ينفع الندم مسلسل طبعا من تأليف فايز عامر أستاذ فايز عامر ومن إخراج الرائع نعمان حسين من إنتاج شركة أو شركة فروغي اللي هي طبعا طارق العلي وأبو عبد الله عيسى العلوي كإنتاج درامي كأول إنتاج درامي وليس كوميدي لهذا لهذه الجهة المنتجة بطولتي طبعا وبطوله عبد الله بهمن عبد الله طليحي احمد إيه السلمان ده يكون نحيس عبد الله بهمن وياك بالدور بهمن ايه نحيس ها إيه. واحمد نصاب إيه. احمد احمد زوجي شلون هالقد تساوي صدق صدق اني مرته وما يرضى احد يجيني ولا يكلمني ويجيب لي هذا المكسرات صورته خلاص سو اي من زمان إيه لان اعتقد الحين بلوك لا لا طلقني خلصنا اخر يوم طلقني قال لي بس خلاص انت طالق ليش 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 زين اللي فينا هو زين اللي فينا قد تساوي اصلي اي انا قد ساوي انت اصلي عشان كذي لا ونعم فيكم والله انت وياك نعم بحالك ما عليك زود طبعا مسلسل احنا ما كنا نعتقد انه هو راح يكون رمضاني يعني صورناه على انه موسمي وشاء القدر انه يكون رمضاني انا بالنسبه لي عشان الله يحبني لان انا ما صورت غير هذا المسلسل هذه السنه وما كنت حابه اغيب عن شاشه رمضان حلو فكان من حظي الله رزقك هذا العمل اي جت من السماء كذي الحمد لله طبعا في ناس كارهين لان كانوا حابين انه يكون موسمي ضايق خلقهم بس انا لا انا سعيده كافي انا سعيده عندك غير هالعمل في رمضان في رمضان لا ما عندي قاعد اقول لك ما عندي فيت من الله انه هو يكون رمضاني زين يعني. في ممثلين يمثلون ثلاث اربع حلقات في رمضان ما شاء الله عشان مسلسلات مو حلقات مسلسلات قصدي شلون يمديهم يعني ما شاء الله يكون صورين قبل لا ايه يكون لا في بعضهم فعلا يكون مثلا هو صوره مثل الحين انا هذا صورته على انه موسمي وصار رمضاني ايه ساعات اما يتكودون او انه لا يمثلون اثنين وثلاثه مثل ما هو تفضل في فنانين يمثلون اكثر من مسلسل او اكثر من عمل حق رمضان حتى يدوخون حسبان الحلقه ذي تعرف وانا ضد هذا الموضوع يعني يمكن أنا صارت في سنة جنة هالي المسلسل اللي قبل شوي بس كنت ما أعتبر بطولة يعني كان 12 حلقة كضيفة يعني ضيفة شرف والثاني كان رئيسي اللي هو هيا وبناتها ما حبيت لأن الناس ضاعوا صح صح كانت أول سنة بحياتي أشتغل عملين بموسم واحد حلو سدي أحلى مسلسل تفضل تفضل صار على بس انا بس في شغله انا بقول شغله وايد اهم صدقني من اللقاء كله يوسف شنو هي لكن قول المهم في مطالبات من الجمهور ايه؟ يقول ما شاء الله يعني هند صوت صوت حلو اي لا بعد عمري لا الا اليوم تكفى بوكميل 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 قوم كلمني يحب
يسوي دويو مع احد. الله دويتو. ايش رايك؟ انا ملك القرار يسموه. اي شنو 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 ببالك؟ شنو شنو يعني مقطع صغير انت ابو كميل لان منفرد فيه بس لا يطول فيه يعني حاولي تاخذين كلمتين يقولها. شنو شنو انت شو اللي حافظه؟ شو اللي حافظه لان؟ تبيني سماره وصفوا لي الصبر. الله 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 الله. الف ليله وليله. الف ليله وليله مالت مالت من 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 هذا الحناوي. لا 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 ام كلثوم. ام كلثوم لا ام كلثوم. الف ليله وليله ما اعرفها. ما اعرفها يقول. بس قول لك قصده في يوم وليله. في يوم وليله. في يوم وليله. ورده جزائريه. ايه ورده الجزائريه. في يوم وليله ليلة ليلة دقنا حلوة الحب كله في يوم وليلة. يلا روح. أنا وحبيبي حبيبي حبيبي. الله الله الله. دبنا حلاوة الحب. الله الله الله. كله في يوم وليلة. الله 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 الله. والله باني تمضمض. الله الله ابو كميل. الله 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 ابو كميل. ضرقت مضمض بعيش. حاجته حاجته نبابة. زين ايش رايك؟ ايش رايك؟ نفس المقطع نفس المقطع. ومعانا اتصال راح يدخل معاك ديو ونشوف وين راح توصلون انتوا. الله الله الله. يلا روحي 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 روحي. عمري ما شفته ولا قابلته. بحبك قوي. الله. بحبك لدرجة خلت مشاعري هلا هلا هلا. كملي كملي قلبي ينجف لما اسمع صوتك. يا عمري يا عمري مع اني انا قايلة ببتدي اللي ياي انتو تعرفونا غير الحب ما في شي بتشوفونا. الله مسيكم بالخير اخوان جميلة. على راسي. هلا والله. صوت الجميل رهف. شلونك؟ الله يسلمك. الصوت الاستثنائي والإنسانة المختلفة واللي دائما اقول لها انت متربية اوفر وايد متربية فوخري عني لو سمحت. نعم نعم فيها. أهنيك والله العظيم. تصالح مع ذاتك خيالي. والله والله خيالي خيالي خيالي. واخر انت وايد خيالي 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 خيالي. انتوا ايش رايكم ايش رايكم يعني تاخذون فهد كميل معاكم تسوون ايش يسمونه الثلاثه مع بعض؟ تريو تريو تريو. ايش رايكم فهد انت؟ لا تشلو هذه آلة حبيبي انت. فهد ايش رايك انت تبدي بالاغنيه وهم يدشون الثنا معهم مع بعض؟ لانه وايد. شو الاغنيه اللي تبينها رهف؟ نغني يا غالي. اي هو يعرفها. يلا روح يا غالي. هذه يلا 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 دم تا تا تا. احنا ايش رايك؟ يلا يلا خلي رهف تغني يا غالي وانت حتى دم تا تا دم تا. يلا روحي رهف. يلا رهف روحي. يلا يا غالي يا غالي يا غالي شغل بالي. الله يا غالي سامح علي يا غالي روحه. انت تا 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 دم دم تا تا انت تا الله يحفظك. الله العظيم. يا جماعه تسمحوا لي بس مداخله بسيطه عشان ما اطول عليكم. تفضل. اول شيء طبعا انا اشكر اختي الفنانه الجميله اللي تعرفنا عليها عن قرب اختي هند البلوشي. يا عمري انتي. وطبعا انا في ملاحظات بسيطه بس بقولها يعني من كل قلبي. قولي في ديت قلبك. اخت عزيزه وغاليه شاركتنا في مناسباتنا. عيد ميلادي جابت لي ورده بدون ما تدري ان عيد ميلادي. قلت لها القلوب شواهد. اي والله القلوب. وكل واحد فينا اي مناسبه تصير له لازم جايبين لنا كيكه ومحتفلين ومخلين اليوم وايد حلو. ترى رهف 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 اعلى قيم الانسانيه ان تبلش هديه وانت ما تدرين عنها. ترى اعلى قيم الانسانيه. سلام. اي نعم اي نعم. قايلها 80 مره. اي تفضلي. اللهم لك الحمد وشكرا لتقديرها وتفهمها. وطبعا انا بس بقول شغله. مدرسه هند انا وايد حبيتها. شكرا. لسبب ان احنا قاعدين نتعلم وهي تدري معتني لما قلت لها انا جايه هني طالبه.
تخيلوا حتى معلومات الجنود الملوك أشياء خلف الكواليس فيها معلومات يعني جدا ثرية. شلون يوقف الجندي، ليش يمسك السيف كذي، الملكة ليش تمشي كذي، شنو حدودها، تفاصيل جميلة أنا تعلمتها من خلال شخصية الملكة روز، طبعا من خلال مدرسة أختي الجميلة الفنانة هند البلوشي. سعيدة جدا وفخورة فيها أولا لأن بنت ديرتي، ثانيا أنا فخورة جدا في نفسي أني أنا جزء من هذا العمل الجميل. نور الظلام تو يا حبيبي. وشكرا الفنانة رهف. أنا بس بستغل وجودك كونك اشتغلتي في أكثر من مسرح، وكنتي في مسرحية الغولة مع الفنان محمد الحملي، والآن في نور الظلام نور الظلام تو مع الفنانة هند البلوشي. شنو الفرق في المسرحين في المدرستين؟ طبعا أخوي الفنان محمد الحملي على عيني وراسي، وهو المكتشف على فكرة الجزئية مالت رهف الفنانة المسرحية. يعني الفنان ممكن توقف تستعرض وتغني وإلى آخره كجو المسرح. طبعا في اختلاف في عندنا أختي الفنانة هند شوية في غنى وايد في تفاصيل النص مال العمل. يعني أخوي محمد الحملي لما اشتغلنا معاه كان في تجزئة بالبروفات، والعمل كان لكل شخص ممكن مثلا أوكي في مساحة أنك أنت تضيف، في مساحة وايد أشياء، بس عشان أنا أكون يعني منصفة هناك اختلاف، ولكن ما في أفضلية بين الأول والثاني. كل شخص لا، وإحنا طبعا ما نقلل من قيمة أي شخص، سواء يعني أنا بنت الكويت وأفتخر بهذا الشيء، كل واحد له طريقته له فلسفته. أختي هند البلوشي فلسفتها أعمق شوية لأن كونها إنسانة خلينا نقول متعلمة ومتعمقة أكثر ولا قصورا في أخوي محمد الحملي. بس في تفاصيل وايد وايد يعني عميقة. ترى أنا خالة والدختي والله والنعم يدري فيني والله على عيني وراسي. أخوه ماخذ بنتي والنعم يا أخوي. شوف إحنا ما نحط مقارنات، إحنا نتكلم من كل قلبنا بكل محبة ونفتخر ونعتز بأن إحنا اشتغلنا مع فلان وفلان، وإختي أكيد وإنت شبابية وإحنا كلنا بالنهاية نمثل الكويت. أنا دائما أقول إحنا ما ننافس بعض، إحنا ننافس أنفسنا لاسم هذا البلد عشان يقولون مسرح كويتي. صح، تتخيل نفسكم في المرايا دائما. أفضل يعني ختام للموضوع، أول شيء أنا بشكر الفنانة رهف على وجودها معنا، وكرسيك في الديوانية ينطرج قاعدة عليه حاليا فنانة هند. والله طبعا انت يعني الفنانة رهف اصلا هي يعني لها فترة طويلة كانت هي تفتح جو المارينا يوميا نغم الاطفال. نغم الاطفال انزين. نبي بس تذكرينها اغنية الديقان عزيز. اي طبعا زين نبي نسمعها هذه في ختام اللقاء، يعني لفلاش باك حق مستمعينا. طبعا لكم تحية كبيرة، وأنا يعني تشرفت أن أكون أسرة معاكم، وتحية لنغم الصباح. نشتاق لكم نشتاق، وغيركم ما نتريا، نحضن لكم الأشواق بالراحة والجية، نتمنى نسعدكم بالحب، نحضنكم احنا نغم الصباح. تستس يعني تسلمين، هو دائما يقول يعني اختصار. انا احب النكنيم والله صح، لان كنت من سلفانيا وكاردف هذول رحتهم. واو يا يا اوف كورس اوف كورس بيكوز اي تيك ذس تحت، وبعدين خذيت هناك الرانشاش. وات او البرطم اللي فوق بس لا يطيح. يس 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 شود بي نفس المدرسه. يس 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 يوسف، هل في بريك ولا نسأل؟ لا في بريك. ليش بريك؟ اسأل والله قاعد تأخذون من وقت البرنامج. لا في سؤال وايد يعني طرى على بالي. We have to انزين خلنا نسألها ونطلع. ميسر حسين بسألها ما راح ترد. We have to when we come back I will answer. Okay. Let them ask a question.
شنو يعني لك التفاصيل البال. في القراءات التفاصيل. اللي أنا توني سمعتها في تفاصيل تكلمت عنها الفنانة رهف. اطلع فاصل وجهك. لا لا هذا المتوهقين يقولون كذي. لا والله لا اوكي زين. نشكر اخوي عبد الله غازي المضب صراحه يعني نائب رئيس التحرير في جريده القبس على اهداء لنا هذه الاغنيه بصوت عبد السلام محمد وحنين حسين. رجعنا معاكم في الديوانيه الساعه 3:15 وحوارنا الجميل والماتع. ايش رايك بالحوار الماتع على المصطلح والمفرد المنتقى؟ نفس الناطع. اي صار حلوه الكلمه عجبتني. تعرف الناطع؟ اي والله. شنو الناطع؟ الناطع لما تجيب لك خبزه وتحط فيها باكر. قم 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 الناطع يعني الناطع الرسمي باسم البرنامج. صحيح. اي سالتك سؤال ولازم تجاوبين. نعم اللي هو شنو معنات او انا افهم انا افهم انا افهم قولي شنو معنات التفاصيل بالنسبة لك؟ وهذا شيء ليش قاعد عوي؟ ما أعرف أقول إيش معنات التفاصيل لأن أنا أحترم معنات المعنى هذا. شوف التفاصيل والتركيز على التفاصيل. التفاصيل أصبحت جزء لا يتجزأ مني كإنسانة قبل لا أكون فنانة. أوكي. اللي يهتم بالتفاصيل ستكتمل الصورة وتصل إلى عند أنت كنت مرسل. إذا اهتميت بالتفاصيل راح تصل كما أنت تريد. ممتاز. وليس كما هو يريد أو هي تريد أو أي أحد يريد. ممتاز. التفاصيل في المسرح الملحمي هذا تاريخ. أنت قاعد تقدم أكيد. أسطورة أكيد. أنت قاعد تقدم ملك في زمن ما في هذا النوع من الملوك. لا. حاليا ولازم حقيقة ولازم المعلومات. شكرا. أنت لازم تقنع المتلقي ان هذا ملك. صحيح. فاذا ما اهتميت بتفصيله الملك شلون يمشي شلون يتكلم وين يحط ايده شلون يطالع نظرته كلمته ما راح يوصل حق المتلقي ان هذا ملك. فهذه التفاصيل اللي انا كنت اهتم فيها وكنت اقول لهم روحوا شوفوا وكنت اسمي لهم شوفوا كذا ابيك نفس كذا ابي كذا لان انت تتكلم عن حقبه زمنيه وتتكلم عن مسرح ملحمي وتتكلم عن اسطوره واساطير هذه الاشياء مو موجوده. صحيح. الان صحيح. احنا اليوم في زمن العولمه التقدم البساطه السرعه احنا اليوم ما نلبس. صح. انا اليوم مفروض مو قاعده بهذا التريننج انا اليوم مفروض قاعده بفستان ومشهد شاد بطني للابد لو انا في ذاك الزمن. صح. وفستاني يمشي يشيلونه خمسه وراي. تخيل جايتكم مرينة بنفنف عرس هايدي بالضبط. فهذا الاختلاف وهذا التطور وهذا الانطلاقة السريعة في في, في, في الزمن والحياة وبساطة الحياة وإحنا كل مالنا وحياتنا تبسط. صح. وتصير سريعة. إحنا اليوم كل شيء بضغطة زر. صح. فأنا إذا بتكلم تتعقد. عن ما تصير بسيطة هي بساطة في الشكل لكن معقدة في الـ في الـ في المعنى العميق. صح. لها المعنى السابع ما وراء الطبيعة ما وراء المعنى. فاليوم إذا أنا أبي أجيب طفل أو أبي أجيب أم مو متعلمة كفاية أو ناس ما لها في التاريخ والأساطير وهذا شلون أقنعها إذا أنا ما اهتميت في تفصيل التفصيل. فهذه التفاصيل قيسها على أي شيء في حياتك. صحيح أكيد. أنت لما تبدأ من هذا وترجع تبسط تبسط راح تلقى أن التفاصيل مهمة. أنت اليوم إذا أنا عندي معاك خلاف. نعم. واختلفت في موقف معين وما سمعت وجهة نظرك واهتميت بالتفاصيل الدقيقة اللي أنت تبي توصلها راح أظل شايلة عليك بقلبي لين آخر الدنيا حتى لو قلت لك أوكي خلاص. يصير اختلاف. معذور. اختلاف. يصير اختلاف مش خلاف. ايه اختلاف. فبالتالي إن أنت لما تهتم بالتفاصيل. صح. لا راح راح تتخلص من الشوائب. زين أنت الحين المنتجة وعندك دور تاريخي شنو تعطيه مشيمي وأنا ومايك؟ والله شوف أنا أشوفك الملك سيزر. شكرا. أشوفك مشاغب المملكة الجاسوس الجاسوس اللي, والله والله. اللي شكله صيد. إيه. إيه. لا 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 أنا أقول لك يضحك بس نصاب اللي يسوي روحه الوزير عرفت الوزير هذا الذكي ومولاي وخايف عليك ويعطي الدولة اللي يمهم وهو ناشر غسيل الملك عند الديوانية عند الشباب عند الربع يقعد بالقهوة لا تعلم ماذا فعلت بالملكة اليوم. اوكي ابو يوسف لا ابو يوسف كلش ابو يوسف لا ابو يوسف الامير اللي قاعد يدور
أميرة يبي يتزوجها وبيغصبونه وهي يحب مات المملكة اللي اللي هناك يعني مقرود إيه مقرود لا لا مزاج طبعاً طبعاً أنا أبو طراقات ها إيه أبو طراقات الله لا يوليك عليك زين وآلاء الوزان الجارية اللي دائماً جايب العيد اللي تنزل عتيد بسبب هذا الشاطر تروح جوجل قبل 4 ساعات تحوس أين الغوقل؟ وين مملكة لا وين مملكة السحالف بالسلاح؟ زين سؤال أو دمت تأتي دمت زين بقول لك شغلة بقول لك شغلة هذا حر ليه متى؟ شنو ليه متى؟ ليه متى؟ والله إلى متى هذه كلمة أنا يمكن كتبت فيها مقال ومنازل أيضا بإنستغرامي إيه؟ إلى متى كل شيء؟ إلى متى الفساد؟ إلى متى التخلف؟ إلى متى الرجعية؟ إلى متى الحقد؟ إلى متى الكره؟ إلى متى خلنا نقف عند يعني إلى متى الزعل؟ إلى متى وايد أشياء قاعد أقول لك إيه إلى متى الزعل؟ ليش تزعلون من الحق؟ انسى الزعل. ليش تزعلون من بعض؟ العمر قصير والحياة قصيرة. ويعني حتى كورونا صارت تاخذ منا الناس بخطفة عين. صح. وايد أشياء تبي حب، الحياة تبي حب، حبوا بعض، سامحوا بعض، اعطوا عذر البعض، التمسوا الأعذار البعض، شيلوا الحقد، شيلوا الحسد، حب الغيرك اللي أنت تبي لنفسك لأنه راح ييلك أضعاف أضعافه لأنه عوض رب العالمين أعظم شيء ممكن أو أعظم شعور وأعظم شيء ممكن أنت تحصله في الدنيا لما ياخذ منك شيء ويخليك تنطر 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 ويعوضك أضعاف أضعافه. فرسالتي إلى متى لا نقدم الحب بإخلاص؟ الله جد هذه رسالتي لكل شخص اليوم يسمعني. حبوا بعض اليوم، حبوا بعض مو مالتك لا حبوا بعض مالتك بس حبوا بعض بالمارينا الحين. اليوم اليوم تاريخ مميز، تاريخ يوم 2/2 اليوم اقول حق اذا 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 شغل غنوا الحبيب تهدينا حق منو؟ حق امي وحبيبتي واختي وبنتي احيانا وكل شيء بالدنيا لي مرام مريم. انا اقول مريم لان اليوم هي طلعت على وجه الدنيا وأمي وأبوي سموها مريم وأنا أقول غنوا لحبيبي، غنوا لأختي، غنوا لأمي الثانية وقولوا لها الله يشفيك ويمدك بالصحة والعافية ويا ربي يجعلها من أجمل أعوامك يا مريومة حبيبة قلبي. زين الفنانة مرام شنو وضعكم مع بعض؟ ولا شيء، ما فينا شيء، بسم الله علينا. كنتوا متصارعين؟ ما في اخوان ما يختلفون بالنهاية اخوان. يعني عمرك ما تهاوشت مع اخوك؟ بلا بلا. اختلفت؟ صح. بلا. اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في الرأي، اختلاف في أي كان الضغوطات اللي هي فيها والضغوطات اللي أنا فيها، هبينا بوي بعض، الناس عرفت سمعت احنا مشاهير، طبيعي بيصير هذا الشيء. بس بالنهاية الظفر ما يطلع من لحم. اختي نعم. قولي الو. يا اخوي بشكلك الطافي. الو الو هلا واي ما احلى هديه والله اليوم خذيتها، قعدت من النوم سمعت صوتك وغنوا لحبيبي. يا روحي ماماتي حبيبتي، امبيش هالمفاجاه، امبي ما توقعت. عمري وحياتي وحبيبه قلبي امي انت. كل عام وانا بخير. كل عام وانت بحياتي، كل عام وانتي الخير حبيبتي. والله يا امي كل عام وانتي بنيتي وحبيبه قلبي، ربي يوفقك ان شاء الله بعرضك. امين امين. وان شاء الله يا ربي اشوفك من نجاح لنجاح يا رب. وياك يا حبيبه قلبي، وتاريخك اليوم مميز 2/2 نار للبيع يا شباب للبيع. ترى اليوم عيد ميلاد الفنانه مرام وشاكيرا. الله العظيم تدرون منو بعد؟ منو والله العظيم لو اسطر لكم الاسامي تنقدمون. منو زينب العسكري. انزين هبه مشاري حماده. انزين ما شاء الله متجمعين. اي احمد الحريبي الله يسلمك. صالح
احنا نبي نقولها انا بنسمع الاسماء كلها عشان نقول لهم كلهم يبقى احنا مميزون عيل يا مميزون يا اصحاب تاريخ 2/2 في 2022 كل عام وانتم بخير كلكم. بعد ما انت اخي صديقي خالد الراشد الله صح خالد اليوم والله مو بس بعد منو كان اليوم عيد ميلاد كنا احمد هذول اللي انا اعرفهم قلت لك احمد علوية لا لا مو احمد فتحي ويليام شكسبير احاكيكم كنا بليس ويانا بس ما ادري هذه اقوى قطه اليوم حركتك فين حركتك معهم من الامارات حركتك والله على راسي والله مرام يعطيك العافيه كل عام وانت بخير والعمر كله ان شاء الله وانت وصحه وسلامه بس ها للبيع منو الشر يلا والله للبيع تاريخ صراحه ما يتكرر ما يتكرر لان اي ما يتكرر بيتكرر بس ما ادري بعيش ولا لا لا بسم الله عليك طول العمر ان شاء الله لا لا ما راح اعيش 222 ليش صح انا ان شاء الله اعيش 300 سنه ادعي يما ادعي هذا تمساح لا اخوي لا اخوي احنا امي ما نبي نتكل اي والله لا اخوي معرفطين الصحه والعافيه وطول العمر والله يخليكم حق بعض ان شاء الله امين يا رب العالمين وياكم على خير وان شاء الله ترجعين لنا بالسلامه حق الديوانيه اليوم اول ثاني لا ثالث رابع ما ادري اي مكالمه هذه رقم كم ما ادري عشان تعرفين احنا ما 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 يصير كيفهم هم كيف وما احنا كيفنا ما لنا بعض احنا الله يحفظنا ان شاء الله من كل شر يا ربي عمري الله يحفظك يحميك ويردك بالسلامه لنا طبعا اول عيد ميلاد تحتفلين بدوني انا وبناتك اي والله والله امس يعني ها ها كسرت خاطر روحي بس تدري الحين بروح العب فراري وين 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 فراري والله مو غلط ياس 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 تقول لك حق احد وقايله حق الكويت كلها زين مرام متى تجينا المارينا اي والله عاد شوف متى تجينا المارينا متى ما بقيت ومتى عاد انا المارينا عاد الحين شوفي برنامج حواد قبل من اجمل البرامج كان مريم على فكره الحين احنا ايش بنسوي خطه على فهد كمي ايش بنسوي بناخذ مكانه هو الحين احتر زين ترجع مرام تسوون برنامج انا ومرام والدكتور قطتنا قطتنا في اربع كراسي بس ما يكفي نلعب كراسي بس الديوانيه حياك الله وترجعين بالسلامه ان شاء الله وكل عام وانت بخير سلم عمرك يا هلا ومرحبا شكرا الله يحفظك يلا مع السلامه حبيبتي انت احلى مفاجاه شكرا شكرا للمعد شكرا للطاقم الدوانية على هالمداخلة الأروع من رائعة يعني ثلاث اتصالات اليوم من أجمل أصوات والناس اللي في حياتي طبعا فاطمة الجدر ما يركب على ثلاث هذه فاطمة أم جاسم صار وأنا يعني ومع شو اسمه وصوتها صجرة روحي يعني صد صد صجرة روحي مو غشمرة انصدمت ترى عيال الحين لقيت روحي اهداء حق الله زين مع أن صوتي تعبان لا لا فهد راح يصير قبل قبل بس قبل قلت نحن حكنك اي بدخل روحي يلا اوه واشوف ويلا ايش لقيت روحي بعد ما انا لقيتك احساسك اني بين ربعي غريبي كني خربت لا ممتاز ممتاز ليش كل ما تبي من عمري أنا عطيتك يا مريم لو تبي من عمري أنا عطيتك حتى الخفوق ينطق بكلمة حبيبي حتى الخفوق ينطق بكلمة حبيبي ودعتها دكتها
هند البلوشي شكرا لك يعطيك العافيه. شكرا لكم موصول على هالوصله الاجمل. شيء صار لي اليوم لان انا جد كنت جايه تعبانه بس انتم طيرتوا المرض كنكم اعطيتوني ابره هذه الحصان. شكرا 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 جزيلا. شكرا للزملاء قريب ان شاء الله. البيطري حسين المتيمي البيطري فؤاد كميل. مشكور يعطيك العافيه. استاذ تعطينا الكفر اللي فوق الكفر اي تم هذا تبي كفر التليفون. اي اوكي فما الله فما الله مع السلامه.